عندي كلام. بعض القوى السياسية قدمت حلول للخلاص من الأزمة، وأيضا المعتصمين قدموا مطالب. لذلك يا سياسيين، عليكم أن تجلسوا على طاولة واحدة وتناقشون كل السبل والمطالب، وتشوفون شنو اللي ممكن تحققوه حتى نصل إلى حلول سياسية تقنع الجميع. هذا أفضل حل، لأن الوضع والله والله كلش متأزم ونتائجه مو زينة أبد إذا بقى الحال على ما هو عليه، لأن إحنا أصحاب معاناة دائمة وعمليتنا السياسية ممكن تواجه كل شيء. لذلك لازم ننتبه، لأن البلد والله والله بذمتكم، وإن شاء الله أنتم تستطيعون الخلاص من الأزمة، والناس عين عليكم لإنقاذ البلد من هاي الأزمة. لأن إذا اتسع الأمر لا سامح الله، والله ما ينجو منه أي واحد، لا مواطن ولا سياسي. تصبحون على وطن آمن. في أمان الله.